حققنا المبتغى اللي هو 3 نقاط، دخلنا مركزين وعازمين باش اننا نفوزوا، فتبعنا التعليمات ديال السي حسين عموته، والحمد لله حققنا المبتغى اللي هو 3 نقاط، وان شاء الله ندخلوا المباراه الثانيه والثالثه باش نحققوا الانتصار ونتاهلوا الى الكارت فينال ان شاء الله. حاشا ما مقلقش، منتخب كبير على اي واحد، حنا كندافعوا على المنتخب الوطني باش نديو هاد لاكوب دارب باش نفرحوا المغاربه كاملين. حنا اي منتخب كنوجدوا ليه اي مقابله كنوجدوا ليها، فان شاء الله غادي ندخلوا المباراه الثانيه، غنساو هاد المباراه وندخلوا المباراه الثانيه باش نحققوا الفوز ان شاء الله.